واضح سيد زهير يقول لك انه 14 جانفي نقطه مفصليه في علاقه السلطه بالمعارضه وفي تطور المعارضه، وكان واضح جدا الحقيقه منذ مسيره 17 ديسمبر المعارضه، منذ اعتصام 18 ديسمبر والذي تم يعني ايقافه بالقوه، ثم مرحله اضرابات الجوع. اذكر ان ضيفك زهير اسماعيل كان احد القيادات الذين قاموا بهذا الاضراب، وللاسف الشديد تعرض الى كسر يوم 14 جانفي بفعل الاعتداء البوليسي على المتظاهرين. اليوم في ظل هذا الحراك المعارضة الجديد، أي دور للجمعيات الحقوقية الدولية في إسناد هذا الحراك الاجتماعي على الأقل من خلال فضح وتعرية كل الانتهاكات التي حصلت ويمكن أن تحصل للمعارضة اليوم؟ طيب أستاذ حسين، أعطينا شوية وقت لمهم الوقت يهمنا يا سعادة. نعم، اولا تضامني الان، نحن في على المباشر ونتابع ايضا الاخبار، تضامني مع السيده الرئيسه القاضيه روضه القرافي التي انسحبت من بلاتو في حنبع لان وقع محاصرتها ووقع هرسلتها يعني والضغط على القضاء. شوف بوضوح، نحن يعني منذ 25 جويليا بدانا في تفعيل الاليات الحقوقيه والدوليه التي كما قال هو الرئيس المنقلب اننا خونة واننا يعني نتعامل مع الخارج. لا يا سيدي، نحن نفعل في معاهدات وفي اتفاقيات وفي بروتوكولات وقعت عليها الدولة التونسية ويتابعها مسير المنقلب هنا في جنيف، يعني المبعوث الدائم، وهو يعني يواجه في ضغوطات غير قليلة. نحن كنا بالأمس القريب في مجلس حقوق الإنسان نتفاخر بتونس يعني وضع حقوق الإنسان، ولكن للأسف الآن أصبح عار علينا أن نقول نحن توانسة في مجلس حقوق الإنسان. أولا أقول رسالة واضحة، لا إفلات من العقاب، وسنفعل القوانين المحلية، ونحن بتواصل دقيق وبتواصل يعني متواصل ويوم بيوم مع المحامين ومع أيضا نشطاء المجتمع المدني في تونس لتفعيل الآليات القانونية والحقوقية داخلية، وكذلك سنواصل أيضا تفعيل الآليات الخارجية في إطار الشبكة الحقوقية التي أسسناها. ورأيتم الأستاذ حسين وراء الجميع الندوات التي قمنا بها في تقديم الشكاوى إلى آخره، وهذه الشكاوى دليل على هذا المنقلب لما يقول هذا خونة توانسة في خونة البرة، أنه أصبنا المقتل وأصبنا هذا الانقلاب في الصميم. كذلك نبشر الصامدون والمقاومون في تونس وعلى رأسهم يعني العميد عبد الرزاق الكيلاني وأيضا الأستاذ زهير، كل التحية له، وقام بإضراب جوه في إطار المبادرة الديمقراطية ومحامون لحماية الحقوق والحريات والفاعلين والمدافعين على المجتمع المدني وعلى الحقوق والحريات في تونس. نبشركم أن لنا أيضا آليات أخرى، هناك الولاية العامة ذكرها الأستاذ والعميد، سنفعلها أيضا ونحن بصدد تفعيلها. هناك آليات أخرى جديدة ليعلم، وهذا يفهم المنقلب ويفهم من ومسيره أيضا في جنيف وفي الخارج، هناك آليات جديدة صادقت عليها الدول الأوروبية سنفعلها قريبا، لن نقول لكم اسمها ولن نخبركم الآن، وقريبا سنعلن عن هذه الآليات. وأيضا بالمناسبة أيضا سنتواصل مع المقرر الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة وسنتواصل معه. رسالة أيضا واضحة، ولكي نقول نحن لا نتحدث فقط ولا نرسل خطابات رنانة فقط، نحن بصدد إعداد ملفات حقوقية وقانونية للاستعداد سواء كان للشكاوى أو أيضا الاستعداد لتقديمها للقضاء الدولي مستقبلا عندما نقوم بالإجراءات الداخلية يعني والتقاضي المحلي بمراحله وبدرجاته الثلاث. فنقول لرئيس لسلطة الانقلاب، نحمله المسؤولية على ما يقع من انتهاكات ومن قتل للمواطنين، نحمل أيضا لمسيرة وسكرتيرة المنقلب، ونحمل أيضا لمسير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، كما نرسل رسائل واضحة لأن هذه الملفات
يعني تعد وتحت الإنجاز، إلى سبتي العرفاوي بالاسم مدير عام وحدات التدخل، إلى مراد حسين مدير الأمن العمومي وكان مسؤول أيضا في الأمن الرئاسي، وعندنا كل التفاصيل، وأيضا المدير العام للأمن الرئاسي خالد اليحياوي على الآن يعني نوثق ونعد في الملفات على ويبقى نقطة مهمة هنا، ويبقى حق الرد مكفول لمن يطلبه ممن نعم ذكرت نعم أسماءهم نعم في المباشر. نعم 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 لهم حق الرد، ولهم أن يحترموا القانون. قال نعم رئيس كلمة أخيرة القناة. كلمة أخيرة حتى أعطي كلمة سي زهير. نعم كلمة أخيرة إذا كان للمنقلب يسمع، وإذا كان له أذنين، وإذا كان يسمع شعبه، وإذا كان يريد أن يسمع دعوة للكف عن هذه المهاترات والكف عن هرسلة والضغط عن القضاء والكف عن الكذب ومغالطة الشعب الذي يئن وينتظر. نعم. رسالة أخيرة إلى الشعب التونسي، إلى المقاومين، إلى المناضلين، من مواطنون ضد الانقلاب، من محامون لحماية الحقوق والحريات، من المدافعين نعم على نعم الحقوق، من السياسيين والرموز الوطنية، لابد أن ندعوكم إلى الوحدة والتضامن والتكاتف ورص الصفوف من أجل إنقاذ الدولة. الآن احنا الآن نتحدث نعم عن الدولة. سيد زهير معذر عن المقاطعة، سعادة إلى الانهيار.